يسعد صباحكم من جديد، مكملين وياكم ومتواصلين وحديثنا الحالي عن الملكية الفكرية. ماذا نقصد بها وماهيتها وما أهميتها لحياتنا؟ هل فعلا أنه إحنا نكون محتاجين لإلها كأي مواطن عادي ممكن، ولا لازم يكون أنا مخترعة مثلا أو مبدعة بمجال معين حتى أني أهتم في هذا الموضوع؟ اليوم نحكي بتفاصيل جدا هامة لحتى كمان نزيد الوعي ونزيد الإلمام بمعلوماتنا بفقرة قصيرة نوعا ما، لكن بالتأكيد مليانة معلومات ومليانة تفاصيل. هالتفاصيل أكيد حاضرة وإيانا مع أكيد المختصة في هذا المجال، وكمان اليوم عم نحكي عن شركة مختصة في هذا الموضوع تدير قسم كامل حول الملكية الفكرية، وبالتالي اليوم احنا اكيد بيسعدنا وجود الأستاذة أمل أبو زنت معنا. في أستاذة صباح الخير، يسعد صباحك أمل. صباحك يا هبة، شكرا لاستضافتك اللطيفة، وكل عام وانت بخير مناسبة السنة. وانت بألف خير، ان شاء الله تكون سنة كلها خير وبركة وصحة وسعادة علينا وعلى شعبنا الفلسطيني بإذن الله. يا رب إن شاء الله دائما. يعني أمل اليوم أنا كتير سعيدة أنك تكوني معنا، لأنه كمان إحنا اليوم عم نحكي في موضوع جدا مهم، لكن يمكن مش الكل بيعرف عنه، حتى أنا يمكن مش كتير ملمة فيه، وبالتالي اليوم أنت موجودة معنا لحتى تعطينا من هذه المعلومات ومن هذه التفاصيل. قبل ما نغوص في الموضوع، إيش بنقصد بالملكية الفكرية؟ هلأ الملكية الفكرية من أسمها اللي هلأ هو كمصطلح أو كمفهوم موجود في الساحة العالمية وحتى على مستوى الساحة الفلسطينية. نعم. هو بتكون زي ما هو موجود بالملكية الفكرية من الملكية والفكر. نعم. فهو بعطي الحماية القانونية للأصول الفكرية المرتبطة بالجهود البشرية من إبداع ومن ابتكار من أفكار خلاقة. كل شخص هبة عنده القدرة أنه يطلع لنا أفكار يعني إبداعية وابتكارية. فالملكية الفكرية هي المظلة القانونية أو النظام المتكامل من سواء عندك اقتصادي إداري قانوني كمان، قادر أنه يحول هاي الأفكار الخلاقة والإبداعية لمنتج أو خدمة محمية قانونيا، وبتعطيك الضمانة أنك حتى تحمي وكمان تحقق عائد مادي من مقابله. فهي ترتبط بالأصول الغير ملموسة أو اللي هي اللامادية، مش مرتبطة لا في مباني أو في منشآت، هي مرتبطة في أشياء لها علاقة أكثر في المعرفة، في الفكرة، في الخيال، في الأفكار. فهي يعني هاي الأفكار المجردة من خلال قوانين الملكية الفكرية تحولها لوساطة مادية، ممكن تحولها لمنتج منافس أو خدمة معينة بتحقق مقابلها عائد مادي أو منفعة للمجتمع بشكل عام، سواء كانت براءة اختراع أو علامات تجارية. حلو، جميل جدا. طيب هذا من هذا التعريف قديش مهم انه احنا نكون ملمين فيه، او قديش مهم انه نكون احنا عارفين عنه؟ لانه ممكن احنا نكون بحاجته لكن احنا مش عارفين انه في حاضنه او في امان قانوني ممكن يحمينا ويحمي افكارنا ويحمي ابداعنا. هلا زي ما انت حكيت، الملكيه الفكريه بتمس بكل شخص مبدع. الانسان بطبيعته مبدع بالفطره، عنده افكار بتخطر على باله بكل لحظه بكل ثانيه. فالملكيه الفكريه ما بتقتصر لا على فرد ولا على شركه، هي لكل شخص عنده فعلا القدره انه يبدع، سواء كان عندك فرد او شركه او مؤسسه او حتى دول. فقبل ما نعرف، خلينا نهتم نعرف شو يعني اشكال الملكيه الفكريه. اشكال الملكيه الفكريه متنوعه وبترتبط في كل مجال، يعني كل تفاصيل من تفاصيل حياتنا. نبدا باكثر شيء متداول في السوق الفلسطيني والعالمي كمان، اللي هي العلامه التجاريه، بنسمع كثير اللي هي براند، زي مثلا جوجل، الامازون، او اللي هو الشعر. فتعريف العلامه التجاريه اللي هو الرمز او الشعار او الاسم او الصوت او الصوره اللي بتستخدمها الشركه لتحطها على منتجها او خدمتها عشان تميز خدماتها عن الخدمات للشركات المنافسه. هي بتكون الهويه اللي بتكون الجسر التواصل بين المستهلك وبين صاحب العلامه التجاريه، سواء كان عندك على منتج او كان على خدمه. فقديش هاي العلامه التجاريه مهمه انه هو اذا حافظها من ناحيه قانونيه، قديش بتاثر عليك اولا صاحب العلامه من كطرف، والمستهلك كطرف ثالث، وكمان الجهه المنافسه. فاهميه الملكيه الفكريه بتبرز انك انت اولا بتحمي علامتك، او بغض النظر عن الشكل اللي انت بتتملكه، سواء علامه، براءه اختراع، او حتى اسرار تجاريه. فاولا بعطيك قيمه اقتصاديه لشركتك او للمؤسسه اللي انت تتعامل معها، بيرفع من حصتك في السوق، حتى بعطيك اللي هي الضمان او الاحتكار القانوني انك تنتفع من هذا العلامه خلال مدد معينة بتكون محددة حسب النصوص والاتفاقيات الدولية. هاي من ناحيتك أنت كصاحب العلامة أو كصاحب الأصول الملكية الفكرية. من ناحية اجتماعية ومن ناحية يعني نفسية، قديش أنت كمستهلك لما تعرف أنه هاي العلامة أو الشركة عندها علامة مسجلة، أو أنت مثلا بتسمع منتج أنه عنده حائز على براءة اختراع، بصير عندك ثقة، بصير عندك مصداقية وجودة للمنتجات اللي أنت بتتعامل معها. كمان أنت كشركة منافسة،
انت ضامن انه الشخص اللي بيتعامل معك بيتعامل بضمن اصول قانونية، انت بتحترم قوانينك وانا كمان بحترم قوانينك، يعني بتعامل بشكل يعني ضمن المنافسة المشروع بنسميها. فالملكية الفكرية بتصب بكل المجالات على المستوى القانوني كهي كحماية، على المستوى التنظيمي بتشكل يعني من خلال معرفتنا بنظام الملكية الفكرية بيكون عندنا خطط استراتيجية نحدد الأصول اللي إحنا بنعرفها ونحميها، وكمان القيمة الاقتصادية اللي بترفع من مؤشرك في السوق. في كتير عندنا نماذج في العالم، يعني مثلاً لما تحكي على الأكثر 10 علامات لهم قيمة في السوق، عندك أولاً اللي هي الأبل، قيمتها بس للبراند تبعها اللي هي تقريباً 500 مليار دولار. تيجي بعديها أمازون، بعدها بتيجي عندك الجوجل. ولاحظ إذا إحنا بدنا نحكي على 10 هدول، بنلاحظ أغلبهم في القطاع التقني. شوفي قديش الاقتصاد الرقمي أو الحياة ماشية في هذا الاتجاه بالضبط. يعني الناس عمالهم تتجه نحو المعرفة التقنية. أنا بعرف معرفة تقنية، أنا الأقوى، أنا اللي بمتلك السلاح التقني، إذا أنا الدولة الأقوى، أنا الشركة الأقوى. وكتير في شركات يعني عمالها بتتنافس أو بتحتل المراتب العليا من ناحية المبيعات، مش لأنها بتعطي أفضل منتج، لأنه بتعطي براءة اختراع. أنا بدي يعني إحنا هبة لما نحكي مثلا عن قطاع السيارات، إحنا عنا 14 شركة بتسيطر على قطاع السيارات في العالم. لما نيجي نسأل السؤال، طب مين الشركة اللي متسيطرة على أعلى مبيع في نسبة السيارات؟ نكتشف إنها تويوتا. طب شو السبب إنه تويوتا هي اللي متصدرة يعني كل هالسنين، تحتل المرتبة الأولى في نسبة المبيعات، بتبيع 9.5 مليون سيارة من أصل 10 مليون سيارة سنويا. يعني هي بتحتل النسبة الأكبر. يعني بتكتسح الشركات بالضبط. ليه؟ لأنه هي أكثر شركة بتسجل براءة اختراع، بتسجل سنويا فوق 300,000 اختراع. فأنت لما بتحكي على شركة بتسجل هذا العدد من براءة الاختراع، فالمستهلك بيعرف أنه هاي الشركة بتلبي حاجاته ورغباته. ولا هبة إذا بتلاحظي التسويق بطل يعتمد على الحاجات، صار يروج بالرغبات. أنه أنا بدي مثلا رفاهية أعلى، بدي أوبشنات أكثر. في السيارات يعني صار التنافس بيناتهم مين تمتلك براءة اختراعات، فهي بتتصدر المبيعات الأعلى. فشوف قديش قيمة العلامة بتأثر على أسهم الشركة على مستوى العالم. حلو. فالملكية الفكرية عمالها العالم عماله بتنافس مين يمتلك الملكية الفكرية، من يمتلك المعرفة، فهو يمتلك السلاح التقني والمعرفي. رح يكون الأقوى في كل بالزبط. في كل المجالات، سياسيا اقتصاديا وأيا كان. هي هيك الحصة ماشية، أو تقسيم الكعك زي ما بيحكوا. أنا بمتلك أكثر ملكية، أنا ضامن حقي وعارف إنه أنا رح أمتلك السوق أو آكل السوق، يعني بمعنى اقتصادي. حلو. طب أمل، نيجي لإشي أبسط من أمازون ومن أبل وكل هاي التفاصيل، نيجي للواقع هون عندنا الفلسطيني. بتهيالي ممكن أكثر شكل من أشكال الملكية الفكرية هي العلامات التجارية. صحيح. ولا ممكن صحيح. إحنا نكون محتاجينه. هلا أكثر شكل من أشكال زي ما أنت حكيت لي علامة تجارية ليها براءة الاختراع. هلا إحنا تقريبا سجلت يعني بحوالي 1600 علامة السنة الماضية. وأربع براءات اختراع. يمكن يعني تسألي طب ليش البراءات قليلة كتير؟ هلأ براءة الاختراع يعني تسجيلها بتطلب وقت كتير كبير، وبدها جهد وبدها كمان خبرة كمان. فالعلامة بتيجي أسهل لأنها بترتبط في الأعمال التجارية في التاجر بشكل عام. فالبراءة بتحتاج إلى وقت أكبر، يعني جهد أعلى، سنوات أكتر، دقة أكتر. فهي بترتبط في الناحية التقنية، في الطريقة العلمية مثلا في براءة الاختراع الدواء وهاي القصص. فعشان هيك بنلاحظ يعني العلامة دائما هي بتاخذ الحصة الأكبر في الملكية الفكرية على المستوى العالمي، مش بس على المستوى الفلسطيني. طبعا هلا الفلسطيني الملكية الفكرية فيها يعني نوعا ما كدول نامية بالوضع المفائل، خلينا نحكي مش وضع سيء، بالعكس. يعني على المجهودات اللي احنا بنعملها، على القوانين يعني اللي احنا بنواجهها، هي وضع ممتاز ومبشر. في كتير علامات عالمية بتسجل علامتها في فلسطين عشان تحمى في نطاق الفلسطين، فهذا إشي مبشر. بالعكس يعني هذا أعمالها بتزيد، مدام الإشي عم بزيد بعطينا أمل. صارت الناس يعني بتوقع الفوهة اللي شوي عمالنا بنعاني منها وبيعاني منها العالم على فكرة، اللي هي الوعي أو الإدراك بأهمية الملكية الفكرية. في قلة وعي، لازم بحاجة إحنا تعزيز أهميتها في الجانب القانوني وربطها في الجانب الإداري والاقتصادي وحتى التسويقي. فهيك هاي بتوقع المشكلة اللي بتواجه أغلب الدول.
طب ما بعرف خطر ببالي هلا سؤال بعرفش اذا صحيح اني اطرحه. فعليا احنا هلا كثير عم بنشوف كوننا في عصر الرقمنه وعصر كمان صار سهل اني انا اعمل منتج وابيع واعمل اونلاين بيجز على اي منصه من منصات السوشيال ميديا وابيع منتجات. هل هذا الشيء ممكن كمان انا اروح لملكيه فكريه واسجل مثلا علامه تجاريه مرخصه بهذا المنتج اللي انا بقدمه حتى احمي حالي من البيئه اللي صارت ما شاء الله يعني كل يوم بيوم عماله بيظهر عندنا منافس جديد ممكن او حدا جديد عم بيشتغل نفس الشغله. سؤال كثير مهم حكيت عن مصطلح كثير كبير اللي هو الرقمنه. هلا العالم الافتراضي خلينا نحكي له قوانين والملكيه الفكريه عفوا بتحمي بتحاول دائما انه تعزز قوانينها وتطورهم بما يحمي المستهلك على يعني زي ما بنحكي على الواقع الالكتروني او الرقمي. من ناحيه الاتفاقيات الدوليه تعزيز التعاون الدولي بين الدول بين القارات. فبتحكي انت مثلا لما نحكي على الويب سايت طبعا له بنسميه زي الدومين له حمايه وبتسجل في مؤسسه الايكان العالميه مسؤوله عن انه تحمي الويب سايت. بس بضل برضه بضل المعرفه والثقافه في اهميه الملكيه الفكريه تنبع من نفس الفرد ان انا زي ما انا بدي احمي حقوقي برضه احترم حقوق الاخرين. وبتعرفي انه هبه الناس الهاكرز او القرصنه خلينا دائما هاي التقنيات بتسابق القانون بتسابق الناس اللي بتواجه هاي التعديات خلينا نحكي. فالتعديات موجوده حتى على الارض الواقع واكيد رح تكون اكثر بحكم السوشيال او السوشيال ميديا والويب سايت والعالم الرقمي متطور يعني تطوراته بتقاس بالدقائق حتى بالثواني خلينا نحكي. فهذا الموضوع طبعا الملكيه الفكريه بتحاول دائما تعزز هذا الموضوع تطور تحاول انه يعني تطبق اعلى السياسات والتدابير الامنيه لا تحمي حقوق الملكيه الفكريه سواء كانت عندك ادبيه ولا صناعيه او حتى تجاريه. سؤال اخير اذا امكن باختصار كم ممكن احنا نربط الملكيه الفكريه بمصطلح الابداع؟ وكنا من شوي عم نحكي عن اكاديميه بيربس اللي هي كمان بتعطي مجال لاختراعات ومنتجات بصورة إبداعية. قديش ممكن احنا نربط ما بين المصطلحين؟ هلا الإبداع والابتكار من دونهم ما في ملكية فكرية. الملكية الفكرية بس بتحمي الإشي الجديد اللي يمتاز بالجدة والحداثة. المكرر لا يعني أي إشي مكرر غير معني في تحميل الملكية الفكرية لأنه هي من شروطها إنه الإشي يكون مبتكر. حكيت على مصطلحين يعني عالمين بشكل عام دائما هن بيذكروا مع بعض يعني دائما بتحكي إبداع دغري بتحكي ابتكار. هن مصطلحين ما بتقدر تفصلهم عن بعض. خلينا نحكي إنهم هن صلاحين بيمشوا في التوازي. نبدا في تعريف الابداع بشكل بسيط له تعريف مختلفه بترتبط في المجال اللي احنا بنحكي فيه. خلينا نحكي بشكل بسيط انه هو الاتيان بكل شيء جديد فكره جديده او انك تضيف تحسين جديد بعطيك كفاءه او قيمه او فاليو بنسميه. فانا دائما بحب اعرف الابداع انه هو الفاليو اللي بتضيفه على الشيء على المنتج على الخدمه سواء كانت جديده او حتى تحسين او تطوير. نيجي للابتكار انك انت التنفيذ الناجح لهي الافكار الخلاقه انك انت كيف بتنفذ الابداع بطريقه مميزه وبتقدر فعلا توقعها على تطبقها على ارض الواقع هذا هو الابتكار. يعني انا هذا بالمفهوم البسيط. فلما احنا بنحكي عن ملكيه فكريه وهبه الابتكار زي ما انت حكيتي قديش هو مهم هو شرط من شروط تسجيل الملكيه الفكريه. لان الملكيه لها شروط ما عندك المنتج المبتكر انا ما بقدر احمي لك اياه طبعا. فخلينا نحكي يعني بسريعا على المنظمة العالمية للملكية الفكرية بتصدر مؤشر عالمي بتقيس قديش الدول في العالم عندها ابتكار. فبتحكي على فوق 150 دولة بتتنافس على انه تحتل المرتبة الأولى. فالدولة اللي بتحتل المرتبة الأولى في مؤشر الابتكار ل 12 سنة دائما تتفاجئ انه هي سويسرا. ما بنحكي لا على اليابان ولا على الصين ولا على الولايات المتحدة. فالسبب يعني دائما دورت طب ليش يعني فعلا سويسرا بلد بتحسيها هيك ناعم وهادي ما عنده يعني ما هو عنده الضجة الصناعية زي مثلا ألمانيا أو الولايات المتحدة. فاكتشفت أنهم عندهم تعزيز كامل للنظام التعليمي اهتمام بالبنية التحتية الرقمية القائمة على التقنيات اللي حكى عنها البشمهندس يعني قديش الاهتمام في الإبداع لدى الأطفال وإشراكهم في العملية التقنية والإبداع التقني.
عندها اهتمام في أنظمة الملكية الفكرية، إنه دائما عندها أبديتد في هذا الموضوع بشكل كامل بما يوازي أو يعني يتماشى مع التطورات اللي بتصير بالعالم. يعني هبة التسارع، أنا يمكن أنا بحكي معك هلأ بيطلع اختراع، بتطلع علامة جديدة. فكتير سويسرا بتشتغل على هذا الموضوع فحققت أعلى المؤشرات. في الدول العربية خلينا نحكي إنه الإمارات طبعا ما شاء الله رائدة في هذا الموضوع، يعني مؤشرها منيح مقارنة في الدول العربية الأخرى، وكمان السعودية بتمشي. وفي دول كتير ما بعرف إذا يعني نسمع هلأ على السوشيال ميديا إنه مصر والسعودية عمالها بتعمل بتشتغل على شيء اسمه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بدها تعزز رؤية 2023 بنظام ملكية كامل متكامل من ناحيات الاقتصاد والقانون والإدارة وكمان أيضا التسويق والتعليم، كمان إشي مهم كتير. إن شاء الله بنتمنى كمان هون يعني في الوطن كمان يكون في هذا التوجه وفي هذا الفكر وفي سبيل تعزيز استراتيجية ممكن الملكية الفكرية، لحتى كمان إحنا نضمن أو نعزز كمان وجود الإبداع والابتكار في وطننا، لأنه إحنا أكيد دائما نثق بأبنائنا ونثق بقدراتهم وإمكانياتهم. يعني تفاصيل جدا شيقة ومعلومات بحاجة كمان للقاءات أخرى للحديث بشكل خاص حول ممكن كل محور، لأنه عالم كبير اليوم إحنا عم نحكي عن الملكية الفكرية. وبالتالي شكرا جزيلا خبيرة الملكية الفكرية والاقتصاد المعرفي أمل أبو زنط على وجودك اليوم معنا. الله يرضى عليك، وشكرا لك يا هبة، وشكرا على طرحك هذا الموضوع اللي فعلا كتير مهم وقديش بمس في الواقع الفلسطيني. وأنا دايما بحب أختم بكلمة بتفائل، إنه يعني لما إحنا نتطلع على عدد خريجي الدراسات العليا، وأنت واحدة منهم، 41,000 خريج بالدراسات العليا، أنت بتحكي على 41,000 مشروع، على 41,000 براءة. فالمجتمع الفلسطيني لديه من المعرفة والشغف الكافي إنه يحول نقلة للاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد التقني. صح. وإحنا عنا أمل، وهذا الإشي مدام إحنا نعزز الثقافة وإن شاء الله يعني إيد بإيد ومع تعزيز الشراكات إن شاء الله نقدر نحقق هذا الموضوع إن شاء الله. شكرا جزيلا مرة أخرى، وكل التوفيق لكم بالتأكيد أمل. شكرا جزيلا، كنا وياكم بهذه المحطة، ولكل المهتمين بإمكانهم أيضا يعني زيارة الشركة المختصة في هذا المجال لمعرفة التفاصيل أكثر ممكن، أو لضمان كمان أفكاركم إبداعاتكم سواء كانت خدمات أو منتجات. إحنا مكملين وإياكم ومحطتنا الأخيرة حول الطقس، ماذا عن أمطار هذا الأسبوع القادم، وماذا عن مؤشرات الحالة الجوية بعد هذا الفاصل.